الكرام على بركة الله فتحت البوابات، اندفعت جهات الأربع سنوات فأكثر بجميع درجاتها متنافسة على مسافة 1400 متر، وكأس وزارة الإعلام يبدأ الانطلاق الأصح. يتقدم هذه الأسماء 14 من المسار الخارجي إلى جواره زامرة وأورنسنا، أيضا الآن يتقدم من المسار الخارجي فيما الأصح من المسار الداخلي يبتهج يتابع في المركز الرابع، بينما يأتي أيضا الحضور من ولد المترفة في المركز الخامس، بينما الثنائي الأحمر الأصح زامرا ثالثهما أورنسنا في المركز الثالث، فيما التقدم يأتي الآن من ولد المترفة للمركز الرابع، وأيضا الحضور من اليشم. بداية 400 متر الأخيرة، بداية الخط المستقيم الأصح في المركز الأول ممثلا للإسطبل الأحمر، زامرة قادمة من المسار الخارجي، وجنيفر هي الأخرى، جنيفر قادمة بقوة باندفاعات مذهلة. جنيفر إذن ابنة ماتشو أونو تتقدم بقوة وبخطى واثقة، مورانو قادم للمركز الثاني، بينما جنيفر على خط النهاية، على خط النهاية وكأس